لم نتخذ جهدا للشروع الفوري في العمل الميداني من أجل تنزيل وأجراءة رؤية واضحة وفاعلة تستهدف تحسين الحزب. عمل إصلاحات عميقة جدا في المرحلة ديال المؤتمر الوطني ديال 2017، المؤتمر الوطني السادس، وهذه الإصلاحات هي اللي جات في النظام الأساسي ديال الحزب، وهي اللي عطتنا هذه التركيبة اللي كتشوف الآن، كيفاش منظمه الاداره المركزيه، كيفاش منظمين المنسقيات الجهويه، علاقات التنافيم بينهم مع التنسيقيات الاقليميه، الحضور ديال المراسل الجهوي الى غيرها من الميكانيزم. دونك ماشي هذه السنه هذه، فالمؤتمر الوطني السادس في 2017، اليوم هذا الشيء كله تشتغل وكيشتغل وكيعطي النتائج ديالو، لكن هذا لا يمنع بانه في كل مرحله تنظيميه لابد ان نديروا واحد الدراسه واحد التقييم، نشوفوا شنو تحقق ونشوفوا كيفاش نطوروا اكثر، لان الاداء الحزبي يجب ان يتطور ويجب ان يتقدم باش يحقق شنو المعادله، يحقق جوج المعادلات، اولا يضمن على انه يحقق المعادله ديال القرب، نسمعوا المواطنين والمناضلين في المناطق البعيده والقريبه، وايضا يحقق واحد المعادله هو ذاك لي زالي غوتور، بداو نسمعوا وبداو في نفس الوقت يعني ناطروا باش يمشي التأطير في شكل متبادل. الآن لحد الآن الآليات اللي قدر التجمع الوطني الأحرار منذ المؤتمر الوطني السادس أنه يديرها أعطت واحد الفعالية على مستوى الواقع، لكن هذا يتطلب أيضا مجهود، يتطلب حمولات سياسية جديدة، يتطلب واحد الدفعات، يتطلب هذا الشيء كله غادي يجي في ما قدمه السيد الرئيس في الكلمة ديالو منين تكلم على المرحلة الآن ديال المنتخبين، 10,000 منتخب الآن تجمعي موجودين يشتغلين، هذو كلهم محتاجين للتأطير للتكوين للدعم، فهذا كله هذه الجولة 12 اللي غيترأس السيد رئيس الحزب غيعطيونا واحد الكتاب في نهايه السنه اللي غادي يكون فيه في نهايه السنه على ما اعتقد اللي غيكون فيه واحد العرض مهم جدا للاداء وللتدبير الاداري الترابي، سواء كان في الجامعه ولا في الجهه ولا في المجلس الاقليمي. لا غادي ناخذوا الى غادي نقولوا عندنا خطه، هذا يعني بانه احنا ما محتاجينش نمشيو للقواعد، خصنا نمشيو للقواعد ونمشيو نسمعوا المنتخبين باش المشروع يتحقق بشكل مشترك، لانه من يفكر في الرباط اسمح لي راه ماشي التفكير ديالو دائما كيكون، خص يكون واحد التفكير نسمعوا المناطق البعيده، نسمعوا المناطق اللي هي قريبه، نسمعوا المناطق القرويه الحضريه، نسمعوا المناطق اللي عندها واحد الاثنيات مختلفه، لان المشاكل صحيح يعني عموما هي كيف كيف، ولكن هناك بعض التنوع والتفاوت، وهذا كيطلب منا اننا نسمعوا يكون عندنا القدره على الاستماع اللي كاينوا بالويره هذا المشروع واللي كاينوا عطي الجماعات الترابيه الامكانيات، لانهم هما اللي كيديروا المعادله ديال القرب في الاماكن البعيده. اليوم انعقاد هذا المجلس في هذه الظرفيه بالذات دليل على ان الحزب يواكب هموم وانتظارات المواطن المغربي في هذه الظرفيه الصعبه التي يعيشها العالم. وبطبيعة الحال غادي تكون مناسبة لتبادل الأفكار وللنقاش في مواضيع مختلفة تهم الوضعية الراهنة التي كيعيش فيها بلدنا، خاصة وأن المواطن المغربي يشتكي من مختلف من مجموعة من الصعاب اللي كيعيشها اليوم، وبالتالي احنا مطالبين بالبحث عن حلول ناجعة للخروج من هذه الأزمة. بطبيعة الحال كلنا ثقة في الحكومة الحالية بقيادة الأخ الرئيس عزيز أخنوش اللي قامت بمجموعة من الإجراءات اللي هي ناجعة آنية، اللي استطاعت في وقت وجيز أنها تخرج من الأزمة، واستطاعت كذلك أنها تنزل أوراش كبرى اللي تحت يعني التوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله. اليوم هذا اللقاء سيكون رسالة للمواطن المغربي أولا بأننا حزب يواكب، يقترح، يناقش، يحمل هموم المواطن، حزب ليس بحزب موسمي ينتظر فقط الانتخابات، وإنما احنا كنشتغلوا طيلة السنة من أجل التواصل أولا مع المنتخبين ديالنا، التواصل مع المواطنين ديالنا، البحث عن الحلول للإشكاليات العالقة والإشكاليات المجتمعية في بلدنا. دور المجلس الوطني للحزب تأتي في إطار احترام وفي إطار تطبيق القانون القوانين التنظيمية والداخلية للحزب، واللي من خلالها كان تنظيم المؤتمر الوطني السنة الماضية الذي تم فيه تجديد الثقة في شخص السيد رئيس الحزب، وكذلك كان هناك أيضا تجديد الهياكل الحزبية وعلى رأسها المجلس الوطني. إذا اليوم أول مجلس وطني بالأشخاص اللي تم انتخابهم السنة الماضية، سوف تكون فرصة لتقديم حصيلة الحزب على جميع المستويات، حيث كان لنا الشرف والمسؤولية أيضا لصدارة الانتخابات الأخيرة.